الحمد لله. انا عرفت اوصل لك يا دكتوره. الحمد لله. بص يا دكتوره، صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انا مراتي، انا يعني انت الحلقه كلها اللي بتحكي فيها وبتقولي فيها، انت بتقولي مستحيل الراجل يقول غلطان، انا بقول لها انا غلطان. وما بتبقاش يعني عقلها صغير جدا ومش متعلمه، واقل سبب تسيب البيت وتمشي، من على اقل سبب تعمل ايه؟ يعني كل حاجه انت بتحكيها اقل سبب تسيب البيت وتمشي عشان خاطره. لا ليه بقى؟ ممكن لو سبب تافه. يعني كل حاجه انا بتابع حلقاتك كلها بفضل الله عز وجل، كل حاجه انت بتحكيها انا بعملها معاها. كويس. وهي لو اتغيرت 10 ايام وبشكل اهلها كتير، ممكن تتغير 10 ايام وترجع كما كانت. فانا يعني حاولت معاها كتير وحاولت مع اهلها عارفينها وعارفين وضعها ازاي. يعني والدتي قالت لي انت ما تشكيش لاهلها تاني ولا تقول لهم اي حاجه. لا هقول لك على حاجه. طب هي سنها صغير يا مصطفى؟ سنها انا عندي 26 سنه، هي عندها 24 سنه. طيب في بينكم اولاد؟ معانا الولد عنده 3 سنين. وعمر زواجك كام سنه؟ 4 سنين كده؟ 4 سنين. طيب 4 سنين او 4 سنين. ايوه. فهي بتسمعني يا مصطفى ولا انت بس اللي بتسمعني؟ حاولت ان انا اخليها تسمعك حتى على الموبايل، ما سمعتكيش. طيب هقول لك نصيحتي، اسمعني يا مصطفى، هقول لك نصيحتي. اولا يعني ربنا يبارك فيك ويكتر من امثال الناس اللي بتبقى الزوج اللي مش عايز، زي ما بنقول ان الزوجه فعلا ما بتبقاش عايزه تخرب بيتها، برضو الازواج بيبقى نفس الكلام، ايه اللي لسه عامل ودافع وعمره وشقاه وكذا وجايب واحده وبيحبها وبيكن ليها مشاعر، وفي على الاقل في الاول يعني بيقن لها مشاعر حب، وبعدين يبقى عايز يهد البيت او يطلق او الكلام، ما فيش كده يعني. لكن دي الناس السويه المتزنه. طيب نصيحتي ليك يا مصطفى كالتالي. طبعا لو هي بتسمع، انا عايزه البنات حتى لو انت ما عندكيش خبره في كيفيه التعامل، اسمع مني ومن غيري ومن غيري ومن غيري، اسمع بس، اسمع الراي الصح والراي اللي يتوافق مع قال الله قال رسول الله قال الصحابه قول العرف. لان طول ما احنا مع الامر ده احنا مش هنضيع. ليه؟ لان هو اللي خلقني فهو اللي عارف اصلاحي ازاي. فانا لما بسمع اللي بيقوله ربنا انا في خير، بس انا في خير وهفضل دايما في خير طالما انا في طريق ربنا. لكن اللي ما بتعرفش عن الكلام ده ولا بتقرأ عن تربية ولا بتقرأ ازاي تتعامل مع زوجها او ازاي تحل المشاكل مع زوجها، هتعامل ازاي؟ وبما ان ما شاء الله الجيل اللي طالع، يعني الامهات اللي طالعة هم الجيل اللي اصلا اللي اتسابوا، اللي كان في طفرة بقى، الامهات نزلت الشغل ومش عارفة وايه، والاولاد ما بين هنا وما بين هنا، مش زي جيل الجدات مثلا اللي كان قاعد في قلب بيته وكان بيعمل كذا، وده صح وده غلط وده عيب وده اصول، هو كانوا بيقولوا عيب واصول، لكن في حلال وفي حرام وفي كذا وفي كذا. لا ما فيش. الجيل اللي طالع اللي هو ما عندهمش الخبرات، المامز الصغيرين اللي طالعين دولت الا بفضل الله، بفضل الله الفئه اللي طالعه بحاول ان هي تعرف وتتعلم. طب اللي ما بيعرفوش دول الحل ايه؟ يا بنت اسمعي، اسمعي اسمعي محاضره، اسمعي كلمه، اسمعي حاجه تفيدك، اسمعي حاجه ازاي تتعاملي مع زوجك. طب بعد تعمل ايه معاها؟ لا انا نصيحتي انك تفضل تقول لها لا عشان يبقى في شاهد من اهلها، تفضل تقول لهم يا جماعه كذا، انصحوها يعني، قولوا لها احنا مش عايزين نخرب البيت. ليه؟ وما ينفعش تسيب البيت، ما ينفعش تغضبي، ده الا لو كان بفاحشه مبينه تقعد لحد ما تعتد ببيتها. شوفي بقى الدرجة ازاي، ولا يخرجنا الا ان ياتينا. فما ينفعش ان كلك بكل صغيره وكبيره تمشي، ما مشيش، خشي على اوضتك اقفلي على نفسك شويه، توضي صلي ركعتين ادعي ربنا، اعملي اي حاجه، كلمي مامتك اي حاجه، المهم ان انت تفرغي الطاقه اللي جواكي دي واهدي. لكن ما تطلعيش بره البيت، ما فيش ست بتطلع بره بيتها، هو الراجل يروح شويه يفك كده بتاعه. اتفقنا في اخر حلقات احنا هنخليه يفك في البورتو صالون، يخش الصالون اقعد واعمل لك عصير، بس ما تمسبش البيت وتمشي عشان المشكله تتلم وتتحل. فانا نصيحتي ليك لا، قول لاهلها ما بياخدوش موقف، ايوه بس بيبقوا عارفين، ممكن ما بياخدوش موقف قدامك بس يبقوا عارفين غلط بنتهم ايه، علشان يا ابني يبقى في اعذار، انا جيت لكم يوم الفلاني والشهر الفلاني والسنه الفلانيه وقلت كذا وقلت كذا. والدها او والدتها ما فيش كذا، اجيب عمهم الكبير مثلا او الجد مثلا او كبير العيله عندهم، يا جماعه لازم تشوفوا حل، وهي كذا ما ينفعش. بس اهم حاجه يا مصطفى ما تكونش انت بس بتقول لي كده وعينك وجعاك وانت وجع لها عينها الاثنين، بمعنى انك ما تكونش انت كذا، هي بتسيب البيت وتمشي، بتضربها بتحدفها بترميها، عصبي اسد عليها، خايفه منك، بتزعل، بنات بتتخض من الصوت.
يعني ما تكونش انت عامل كده لكن معلش او كذا وتغلط وبحاول ومره طب وبفكريني طب وباعمليني، تمشي الحياه وادعو الله سبحانه وتعالى انها تسمع الجزئيه ديت وترجع البيت.